عشان نفهم الانترفيس بين اليوزر وبين الديفايس لازم نبتدي نتكلم على ازاي الهيومنز بيعملوا بروسيسنج للحاجات اللي حواليهم، ازاي ان هو بياخد الانبوت وازاي ان هو بيعالج الانبوت ده جواه وبعد كده في الاخر بيطلع الاوتبوت او بيطلع الريسبونس ازاي. فعامة ممكن نلاقي الكلام ده موجود واضح في البلوك دايجرام دوت. عندنا الستيمولس بيبقى موجود عندنا هنا كانبوت، يبتدي اول حاجه اول جزء بيبتدي انترفيس معاه هو الجزء بتاع السنسوري بروسيسنج. السنسوري بروسيسنج دوت معناه ان احنا دلوقتي لو كان الانبوت ده مثلا فيجوال يبقى معنى كده هي انترفيس مع الفيجن، لو كان اوديبل يبقى معنى كده هي انترفيس مع الهيرنج وهكذا. بعد كده بعد الجزء بتاع السنسنج، السنسنج ده مجرد بس ان احنا بنحس ان في حاجه موجوده، بيخش بعد كده الجزء بتاع البرسبشن. برسبشن معناه احنا بنفسر بعد كده الحاجه دي هي عباره عن ايه، يعني احنا دلوقتي بنبرسيف الحاجه اللي قدامنا دي مش هي بالظبط نفس الحاجه اللي احنا عاملين لها سنسنج، لا اكشوالي ممكن البرسبشن ده يبقى داخل فيه باك جراوند بتاعت الشخص نفسه، يبقى داخل فيه بعض العوامل اللي ممكن هي تاثر على الانتربريتيشن بتاع السنسوري انفورميشن ديت وهكذا. بعد كده بعد ما خلاص عملنا بيرسبشن للستيمولس اللي موجود دوت، نبتدي بعد كده نعمل انفورميشن بروسيسنج. انفورميشن بروسيسنج دي بتبقى معناها ان انا دلوقتي باخد الحاجه اللي انا بيرسيفد، الحاجه اللي انا يعني في الاخر اقتنعت انها موجوده او حسيت انها موجوده، اوكي؟ ببتدي بعد كده اشوف الاكشن بروبر اكشن المفروض يبقى عامل ازاي، اوكي؟ وبعد كده بفسر اولا هي معناها ايه، وبعد كده بفسر انا المفروض ان انا اعمل ايه. بعد كده بناء على الحاجه اللي بتحصل هنا دي ببتدي اعمل ريسبونس بروسيسنج، انا المفروض هعمل ايه بعد كده، وده اللي في الاخر بيطلع لي الاوتبوت. طبعا الاوتبوت اللي بيطلع ده بيبقى برضو في فيدباك جاي من السنسوري بروسيسنج كده، بحيث ان هو يقول لي الاوتبوت ده في الاخر اذا كان في حاجه مش مظبوطه ممكن ان انا احس بيها، في فيدباك لوب هنا كده بحيث انها في الاخر تو اوبتمايز الريسبونس دوت بناء على الجزء بتاع البرسبشن والانفورميشن بروسيسنج اللي موجود دوت. طبعا في عندنا عدد كبير من الحاجات اللي في الفلو دايجرام دوت ممكن نتكلم عليها، زي الفيجن، زي الهيرنج او السبيتش، زي السنسيشن، زي الانفورميشن بروسيسنج والميموري، زي الهيومن ريسبونس كابابيلتيز، زي الهيومن فيرسس ماشين تريد اوفس، اوكي؟